بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. وأماراتها أي علاماتها التي جعلها الله جل وعلا دالة عليها، حيث يقول سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. فعلى أمارات الساعة أي علاماتها. وعلامات الساعة هي المسمات عند العلماء بأشراطها، أشراط الساعة. وأشراط الساعة يقسمها العلماء باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار الكبر والصغر، فقالوا العلامات إما أنها كبرى أو صغرى. والكبرى هي التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري لما عد العشر: اعدد، لأنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدجال والدخان، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى، وما سواها فهي صغرى. والعلماء تعددت عباراتهم في العلامات الصغرى، كم هي؟ قيل إنها 30، ومنهم من أوصلها إلى 74، ومنهم من زادت عنده عن 100 و120 بحسب ما يرد عليهم من الأدلة في هذه العلامات. وهناك تقسيم آخر لعلامات الساعة بحسب الوقوع، فيقسمونها إلى 3 أقسام: علامات وقعت وانقضت، وعلامات لم تقع بعد، وبينهما قسم ثالث: علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، ما زالت تتجدد العلامات في وقوعها. ومن هذه العلامات التي وقعت وانقضت ما جاءت في حديث الباب الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم الوسطى والسبابة. ما هو المعيار بين الوسطى والسبابة؟ الوسطى أطول، فالوسطى سابقة للسبابة من جهة الطول، فالوسطى كناية عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
والسبابة كناية عن قيام الساعة، فهذه علامة وقعت، والعلامات التي وقعت كثيرة، منها ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد، منها ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد ضربت له عليه الصلاة والسلام قبة صغيرة، فأدخل عوف رأسه استأذن عن النبي فأذن له، فأدخل رأسه فأرى أن القبة ضيقة، قال أدخل كلي أو بعضي يا رسول الله؟ قال بل كلك. فدخل فقال له يا عوف، قال لبيك يا رسول الله، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، عد معي موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وفتنة لا تدع بيتا بيت عرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، قال وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 8 راية تحت كل راية 12,000. النبي عليه الصلاة والسلام بعث، وبعثه علامة على الساعة، موته وقد مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، وهذه علامة على الساعة أيضا، وكذلك فتح بيت المقدس، هذه العلامات وقعت وانقضت، هذا من القسم الأول. القسم الثاني علامات لم تقع بعد، كخروج المهدي وانحسار الفرات عن جبل من ذهب لم تقع بعد، وكذلك الملحمة العظمى الكبرى بين المسلمين وبين اليهود لم تقع بعد، وبين ذلك علامات وهي القسم الثالث وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، كالهرج والمرج وكثرة القتل وقعت وما زالت تتجدد، إفاضة المال وانتشاره وكثرة النقد في أيدي الناس وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، الفتنة التي لا تدع بيتا بيت عرب إلا دخلت وقعت وما زالت تتجدد، كثرة البراكين والزلازل فتن وقعت وما زالت تتجدد. ومن التي لم تقع بعد علامات الساعة الكبرى، فإنها لم تقع بعد، هذا تقسيم أشراط الساعة بحسب ما جاء باعتبار الوقوع. نعم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح اشتمل على
إحدى عشرة علامة من أمارات الساعة، بعضها وقع وبعضها لم يقع وبعضها ما زال يتجدد. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، والساعة هي القيامة، حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. هذه الفئتان العظيمتان هم اقتتال الصحابة في معركتي الجمل وصفين، دعواهما واحدة وهو الانتصار من قتلة عثمان وإقامة الدين، وقد وقعت بينهما مقتلة عظيمة حتى إن القتلى في صفين فقط جاوزوا 70,000 والجمل أقل من ذلك. ولهذا الاقتتال بين المسلمين من أعظم الفتن، فهذه علامة وقعت وانقضت، أي المقتلة بين الصحابة ومن معهم. أما الهرج والمرج وقع وما زال يتجدد في وقوعه. إذن هذه علامة وقعت، دعواهما واحدة، كلهم مسلمون مؤمنون، يريد أن يحفظ الديانة ويصون الإمارة وينتقم من قتلة عثمان، هذه علامة. الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: وحتى يبعث دجالون كذابون 30 أو قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي أو أنه رسول الله، وهذه العلامة وقعت وما زالت تتجدد، ما زال يطلع بين الحين والآخر من يزعم أنه نبي وأنه رسول الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: وحتى يبعث كذابون دجالون، فدل على أن مدعي النبوة أحد أمرين: إما أن يكون صادق من أصدق الصادقين، وهؤلاء هم رسول الله عليهم الصلاة والسلام، أو يدعيها من هو دجال كذاب من أكذب الكذابين، أي لا يكون وسط بين هذا وهذا. ولهذا قال العلماء: مدع النبوة إما كذاب وإما صادق، ليس بينهما منطقة واسطة أو وسط. فقوله عليه الصلاة والسلام: كذابون 30 أو قريبا من 30، هل العدد هنا مراد أو غير مراد؟ ها، هل العدد مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم. يقول الأصوليون: والعدد هنا لا مفهوم له، يعني لا يراد منه حقيقة المعدود، وهذا يأتي كثيرا في ألفاظ العقود. ألفاظ العقود: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 ومضاعفاتها. وغالبا تأتي هذه الأعداد لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما تأتي لبيان الكثرة، وهذا معنى قول الأصوليين: إن العدد هنا لا مفهوم له، أي ليس له مراد. وهذا أكثر موارد الأعداد في الشريعة، أنها تأتي لا مفهوم لها. مثاله في القرآن قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر لهم النبي 70,000,000 مرة يغفر لهم. ها، لماذا؟ لأن العدد هنا لا مفهوم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. ومن هذا النوع ما
ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلما نوعت الرواية مرة بضع ستين ومرة بضع سبعين دل على كثرة خصال وشعب الإيمان. هذا الأكثر في ورود الأعداد. وتأتي الأعداد أحياناً يراد منها حقيقة المعدود، مثاله قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين. لو أطعم تسعة يكفي؟ لا يكفي، لابد من عشرة. وقال جل وعلا في كفارة قتل الخطأ: فصيام شهرين متتابعين. لو صام شهر ونصف يكفي؟ لا يكفي. إذن هذا العدد منه مراد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على كم؟ على خمس. فأركان الإسلام ومبانيه خمس، بدليل أن النبي عددها في هذه الخصال. فقوله كذابون ثلاثون، العدد هنا غير مراد، ويدل عليه واقع الحال، ويدل عليه تاريخ مدعي النبوة، فإنك إن عددتهم زادوا على الثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله. والنبوة ختمت بمن؟ ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة: وحتى يقبض العلم. يقبض فعل مبني للمجهول، لم يسمى فاعله، منصوب بأن مضمرة بعد حتى جوازا. يقبض العلم، يقبض يعني يؤخذ. وقبض العلم علامة وقعت وما زالت تتجدد. ويقبض العلم بأنواع، أشهرها بموت العلماء. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ابن عباس وجمع من التابعين: إن قبض العلماء هو نقصان الأرض من أطرافها. ويدل عليه إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا من قبض العلم. نوع ثاني من قبض العلم نسيانه، يتعلم العلم ثم ينشغل بالدنيا فينسى العلم، كما وقع كثير لبني إسرائيل ويقع لهذه الأمة. ينسى العلم أو أنه يغبيه لمآربه، يفتن بالدنيا بالنساء بالمال بالمنصب فيكتم العلم أو يحرفه عن مواضعه. ومن قبض العلم أيضا رفعه من السطور ومن الصدور، إذ أعظم العلم ما هو؟ القرآن. في آخر الزمان إذا استغنى الناس عن القرآن رفعه الله من السطور، فيفتحون مصاحفهم وإذا هي بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء. ويرفع من الصدور بنسيانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أعظم العلم القرآن: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من إين؟ من الإبل في عقلها. هذا قبض العلم. والناس حاجتهم من العلم حاجة عظيمة، أعظم من حاجة المريض للطبيب، وحاجة العطشان للماء، وحاجة الجوعان للطعام، لأن العلم حياة للقلوب ومنجاة لها يوم القيامة. أما المرض فغايته موت البدن، وكذلك الجوع والعطش غايته موت الجسد، وأيهما أعظم ضرراً؟
موت البدن أو موت القلب؟ موت القلب. العلامة الرابعة قال: وتظهر الفتن، وهي علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. والفتن شاملة، من الفتن القتل، من الفتن المال والدنيا، من الفتن القيل والقال، من الفتن ماذا؟ الحيرة والضلال. العلامة الخامسة قال: ويكثر الهرج، وهو القتل. كيف يكثر الهرج؟ أولاً، كثرة الهرج من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. كيف يكثر الهرج وهو القتل؟ بكثرة دواعيه ومسبباته ومهيجاته. من مهيجاته تكفير المسلم بغير وجه حق، من مهيجاته ومسبباته قالة السوء والتعصب والرايات العمية الجاهلية، كلهم يزعم أنه يجاهد في سبيل الله. هذا من كثرة الهرج، حتى يبلغ الأمر منتهاه فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أي غابت الأهداف والمقاصد والغايات. على مدى 5 سنوات الأخيرة كم قتل من المسلمين في بلدان المسلمين؟ مئات الآلاف. فهذه من علامات الساعة التي أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوعها وتجددها. سادساً ولا سابعاً؟ ها؟ سادساً ولا سابعاً؟ العلامة السادسة: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. كثرة المال أي النقد، ويفيض يزيد عن الحاجة، ومظهره أيها الإخوة في قيمة العملات الشرائية. كان الريال، وهي العملة الدارجة عندنا، قبل 70 سنة يكفي الأسرة الواحدة شهراً كاملاً. نعم، واسألوا كبار السن، كان الريال يكفي الأسرة شهراً كاملاً. الآن الريال ما يجيب إلا كيسة خبز. وكذلك أقول مثله في الدينار والجنيه والدولار، أي أن القيمة الشرائية للعملة لا قيمة لها، وهذا ما يسمى بالكساد الناشئ من التضخم. فإذا كثر المال فاض، أي زاد واغتنى الناس، وهذا يكون في آخر الزمان مما وقع ويقع ويتجدد. وقع هذا في عهد الصحابة لما فتحت فارس والروم، ثم في آخر 100 الأولى في خلافة عمر بن عبد العزيز. في خلافة عمر بن عبد العزيز بحث الرجل عمن يقبل زكاته فلم يجد من يأخذها، قال: وحتى يهم، يهم يعني يقصد ويرجو رب المال أي صاحبه من يقبض صدقته، من يقبض منه الصدقة فلا يجد أحدا يقبضها منه، لأنه حصل الاغتناء والاكتفاء. وحتى يعرضه، يحرج عليه: يا أخوان، من يقبض صدقتي؟ فيقول الذي يعرض عليه، أي من يظن أنه من أهل الصدقة: لا أرب لي فيه، أي لا حاجة فيه لي إلى مالك، لأن المال قد فاض. وهذه العلامة وقعت، لكن ما زالت تتجدد في أفرادها إلى أن يخرج المهدي. وقد ذكر النبي في علاماته أنه يفيض المال في زمنه حتى يحثوه حثوا ولا يعده عدا. العلامة السابعة: وحتى يتطاول الناس في البنيان. وهذه علامة وقعت ولم تزل تتجدد في وقوعها. وفي حديث جبريل
لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته فجلس عنده جلوس المحتاج للعلم، فقال يا رسول الله، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره قال صدقت. فعجب الصحابة يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإحسان فأخبره، ثم قال فأخبرني عن الساعة. هذا السؤال رقم كم؟ الرابع. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وإياك سوا في عدم علمنا بالساعة. سأل سؤالا خامسا، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه علامة وقعت. العرب ما كانت منازلهم، أكثر العرب منازلهم بيوت الوبر الخيام، وبعضهم بيوت المدر الطين. الآن ماذا يسكنون؟ العماير والقصور والأبراج. فالتطاول في البنيان له نوعان، تطاول بها ارتفاعا وشهوقا، وقد وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. ومن التطاول في البنيان زخرفتها وتزويقها بالرخام والجبص والأصباغ والأثاث، يكبرون مجالسهم. لماذا؟ ليقال ما أكبر وأحلى وأجمل مجلس فلان أو بيت فلان، أي بالتفخيم في البناء. وهذا وقع من أناس كانوا، أو بعضهم هم كانوا رعاة بهم وإبل وغنم. هذه وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. العلامة الثامنة، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. في آخر الزمان لا يهنأ الناس بعيشهم ولا بطعامهم ولا بمالهم. يمر الرجل على قبر أخيه الذي سبقه بالموت فيتمرغ عنده، يتمرغ عنده من شدة ما به من البلاء، من شدة ما به من الأسف، من الضيقة، من الاضطراب والحيرة. يقول يا ليتني مكانك، أي يا ليتني كنت ميتا نسيا منسيا. يقول صلى الله عليه وسلم ما به إلا البلاء في الدين، أي بلي في دينه فلم يطق هذا البلاء حتى تمنى أنه مكان أخيه الذي سبقه بالموت فيسلم من هذا البلاء. وهذه العلامة بدأت بالوقوع لكنها لم تكتمل بعد. ومن البلاء في الدين من يمتحن على إيمانه، يصبر عليه ولا ما يصبر، يعذب لأجل استقامته فيتمنى عندئذ أن يموت. العلامة التاسعة، وحتى تطلع الشمس من أين؟ من مغربها. وهذه العلامة لم تقع بعد، وهي من العلامات العشر الكبرى، وذلك أن الله أجرى العادة الكونية أن الشمس من أين تظهر؟ من الشمال، صح؟ يا رجل من أين تظهر الشمس؟ ما فيها جدال ولا تتضح فيها عنزان، أنها تظهر من الشرق وتغرب في الغرب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري، قال يا أبا ذر، فقال لبيك يا رسول الله، قال أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال تذهب فتخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى.
فإذا جاء وعد الآخرة يعني قرب الساعة، قيل لها أي للشمس ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، الناس لا يفجأهم بعد غروب الشمس، أقبل الليل وإذا الشمس تظهر مرة ثانية من حيث غربت، أي من أين؟ من المغرب، فترتفع في كبد السماء فيراها الناس كلهم، والناس إما مؤمن وإما غير مؤمن، فغير المؤمن يذهب يريد أن يؤمن فلا ينفعه إيمانه، والمؤمن صاحب الذنب يذهب يريد أن يتوب فلا تنفعه عندئذ توبته. ولهذا قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من سورة الأنعام، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا أيها العاصي وأيها الغافل وأيها المذنب، وكلنا ذلك الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: إن بابا قبل المغرب، إن بابا قبل المغرب لا يزال مفتوحا هو باب التوبة، ولا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها، بعد طلوعها من المغرب لا تنفع التوبة عندئذ. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها، أو تطلع الشمس من مغربها، فهذه العلامة لم تقع بعد. قال: فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، آمن غير المسلم وتاب عاصي المسلم، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، أي لا تنفعها التوبة، لم تكن آمنت من قبل، أي قبل طلوع الشمس من مغربها، أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ازدادت بالتوبة من الذنوب قبل طلوع الشمس. فذكرها هنا كم علامة؟ ثمانية، ومنها ما سبق وكثرة الزلازل، هذه ما ذكرناها، وتكثر الزلازل. الزلازل اضطرابات في قشرة الأرض وفي جوفها، هذا الاضطراب تنشأ منه الزلازل، وينشأ من الزلازل خسوف وهضوم، فكثرة الزلازل من العلامات الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد، إلى أن يدرك الناس في آخر الزمان ثلاث خسوفات عظام، ثلاثة خسوفات عظام: خس في المشرق، أي مشرق؟ مشرق الجزيرة من الخليج العربي إلى المحيط، وخس في المغرب، مغرب إيش؟ الجزيرة من البحر الأحمر إلى المحيط، وخسف ثالث في جزيرة العرب، ثلاثة خسوفات عظيمة تغير الأرض وتهيئها لأرض القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. العلامة العاشرة وإيش؟ ويتقارب الزمان. ما معنى تقارب الزمان؟ لا يصبح للزمان قيمة، لا للساعة ولا لليوم ولا للأسبوع ولا للشهر ولا للعام، يتقارب. وهذا وقع وما زال يتجدد ويكثر في وقوعه، ولفظه الصريح الذي يبينه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يغدو اليوم كساعة والجمعة كيوم والشهر كجمعة
والعام كشهر. أمس فرغنا من حجنا، قبل أمس فرغنا من صيام شهرنا، والآن مضى على رمضان كم؟ 7 أشهر، وما أسرع ما سيأتي. بالأمس دخل العام الهجري الجديد، ونحن اليوم في أول الشهر الخامس. هذا من تقارب الزمان، ومن تقارب الزمان أيها الإخوة انشغال القلوب وسرعة الميكنة في هذه التقنيات الحديثة تكرس تقارب الزمان. اشربي باليمين يا بنية. أي نعم. من تقارب الزمان الآلات والطائرات والسيارات، فأصبح ما يقضيه الناس في مدة طويلة يقضونه في لحظات. لو قام أجدادنا من قبورهم، لو وأخبرناهم أننا نتوضأ في لندن ونصلي في وضوئنا بالحرم، لقالوا أنتم مجانين، أليس كذلك؟ والآن هذا غريب ولا غير مستغرب؟ غير مستغرب. أنا توضأت في مطار هيثرو وصليت في وضوئي في الحرم. تقارب الزمان بهذه الميكنة وهذه الآلات وهذه الوسائل، فهذه علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. فصدق عليه الصلاة والسلام قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ما المراد يا شيخ فهد بالثوب؟ لا، ما المراد بالثوب؟ ها أنت يا زول. لا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. المراد بالثوب القماش الذي لم يفصل بعد، نشراه بينهما لينظران فيه، يعرضه البائع على المشتري. فتقوم الساعة، كيف تقوم؟ ها، بنفخة الفزع، أولها فزع وآخرها صعق. ينفخ في الصور نفخة إيش؟ الفزع، فيفزعان، فلا هم اللذان اشتريا هذا الثوب ولا البائع طواه، إنما تم الأمر بالصعق. قال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. اللقحة هي البهيمة التي تلقح، ناقة أو بقرة أو غنمة، لأن اللبن لا يوجد في الفحول. سمعتم من يحلب فحلا؟ هذا نوديه للطائف، أبرد له وزين له وأحسن له في المجانين. الفحل لا يحلب، إنما التي تحلب من هي؟ الأنثى. قال: يرجع الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. حلب لقحته، ناقته، بقرته، غنمته، وجاء باللبن محمولا في إناءه، فلا يطعمه لا هو ولا من عنده. لماذا؟ نفخ في الصور نفخة أولها فزع وآخرها صعق. قال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. من هو لائط الحوض؟ لائطه المزارع وراعي الغنم وراعي الإبل وراعي البهم. يليط حوضه أن يصلحه ويملأه بالماء ليفجره لمن؟ إما لزرعه أو لضرعه. تقوم الساعة وقد ملأ الحوض لكنه لم يكمل شأنه فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه، رفع لقمته، تمرته،
طعامه ويدخل فيه الشراب، يرفعه إلى فيه ولا يطعمه. وهذا دليل على أن ما بين أول النفخة وآخرها شيء يسير، أولها فزع وآخرها صعق أي موت. ولهذا أول ما ينفخ في الصور فيسمعها الإنسان يصغي ليتا ويرفع ليتا، يصغي بأذن ويرفع أذنا، ثم ينتهي منتهى بالصعق الذي ينتج عنه خروج الروح من أين؟ من البدن والجساد. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت لا تقوم الساعة حتى نعم لا حتى تضطرب لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء حتى تضطرب آليات أحسن إيه نعم حتى تضطرب آليات بالضم إيه نعم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. نعم، هذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، دلالة على أن هذا الذي سيذكره من علاماتها وأماراتها، كما ترجم الشيخ في قوله: باب أمارات الساعة. حتى تضطرب، تضطرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد حتى، حتى تضطرب أليات، أليات جمع إيش؟ جمع إلية. كم في الإنسان من إلية؟ واحد ولا اثنتين؟ الله يا أخواني عدوا إلياتكم أجل. كل إنسان فيه إليتان، والإلية هي العجز، عجز الذنب منتهاه، تسمى إلية لكثرة ما فيها من اللحم والعضل. حتى تضطرب أليات نساء دوس، دوس القبيلة المشهورة التي هي من الأزد، أزد شنوءة من قحطان، وهم رهط الصحابي الجليل راوي الحديث. من هو راوي الحديث؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي. حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كانت تعبده وتعظمه دوس في الجاهلية. والعجيب يا أيها الإخوة أن هذا الصنم ليس في بلاد دوس، وإنما هو في بلاد خثعم، في بلاد شمران الآن في تبالة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصنم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي في 300 رجل من أيهم، حتى أتوا إلى هذا الصنم ذي الخلصة وكسروه وأزالوه، لأن النبي هو ولي الأمر، فأمر ولي الأمر نافذ، وهو الذي يقوم بحماية شعائر الإسلام في هذه المعاني الظاهرة من معاني الأصنام. في آخر الزمان سيرجع الناس إلى عبادة الأصنام، نعم سيرجعون إلى عبادة الأصنام. وهذا بدأ الآن بتعظيم الآثار، ولو كانت الآثار أصناما مشكلة على هيئة حيوان أو إنسان، يعظمونها بالتفخيم شيئا فشيئا إلى أن تعبد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. لماذا خصها بالنساء؟ لأنهن أسرع تأثرا وتأثيرا، يركضن حتى من ركضهن أعجازهن وإلياتهن يضطربن. وأيضا من معانيه أنهن يطفن حول هذا الصنم، والعبرة ليس بالصنم، كل مكان يطاف به غير هذه الكعبة فهذا من الشرك إما أكبره أو أصغره، كيف ذلك؟
أفصل في هذه المسألة. إذا طاف الطائف بقبر البدوي أو بقبر الحضري أو بقبر زينب أو بقبر سكينة، طاف بها، فطوافه على أحد نوعين: إما أن يطوف تقربا إلى صاحب القبر، فما حكم طوافه؟ ها، حكم طوافه أنه شرك أكبر. الطواف عبادة لمن؟ لله، ولهذا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا طاف بالقبر تقربا إلى صاحبه أو تعظيما له أدى حق الله لغيره فأشرك. الحالة الثانية أن يطوف بالقبر أو بالضريح أو بالمزار لا تقربا لصاحبه وإنما تقربا إلى الله، فحكمه أنه شرك أصغر، بدعة. ليه؟ لأنه أدى عبادة في موضع لا تشرع فيه. قال: أنا طفت لله. نقول: نعم، الطواف لله عبادة لكن ببيته، فإن طفت بالضريح وبالمزار وبالقبر وبالعتبة تقربا إلى الله فأنت وقعت في الشرك الأصغر. وضحت يا أخواني؟ طيب، إذا طاف بالكعبة تقربا إلى الكعبة ما حكمه؟ ها يا جماعة، طاف بالكعبة تقربا إلى الكعبة شرك أكبر. طاف بالكعبة تقربا للكعبة صار شرك أكبر، لأنه أشرك الكعبة مع الله. والله يقول لإيلاف قريش إيلافهم إيش؟ رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. إذن لو طاف بالكعبة في نيته تقربا للكعبة أشرك الكعبة مع الله. واضح؟ وهذا معنى اضطراب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، أي أن الأصنام تعود ويعود معها الشرك. ودليل ذلك ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، أي فيسكن معهم، سيقع هذا في آخر الزمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور من أنبيائهم مساجد. ما الجامع بين النوعين؟ هو الشرك بالله عز وجل. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله تعالى، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا الحديث في صحيح مسلم، ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا كما سبق من فقه الشيخ المصنف رحمه الله أنه فسر الأحاديث بعضها بإيش؟ ببعض. فحديث عائشة يفسر حديث أبي هريرة في عبادة ذي الخلصة، وحديث أبي هريرة يفسر حديث عائشة هذا. لا يذهب الليل والنهار، متى يذهب الليل والنهار؟ بقيام الساعة، لأن الساعة ليس فيها ليل ولا نهار، نهار تام إلى دخول أهل الجنة الجنة ولأهل النار النار.
لدنو الشمس من الرؤوس قدر 3 أميال. فمعنى قوله لا يذهب الليل والنهار يعني لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ من هي اللات؟ صنم في الطائف كانت تعبده قريش وثقيف، والعزى صنم لقريش خاصة، ولهذا مشركو مكة أكثر ما يعبدون بعبد إيش؟ بعبد العزى. منهم عبد العزى ابن عبد المطلب، تعرفونه؟ ها؟ من هو عبد العزى ابن عبد المطلب؟ أبو لهب. أبو لهب اسمه عبد العزى. والعزى صنم لمن؟ لقريش. ولهذا في معركة أحد كانت في أول الدائرة لمن على من؟ للمسلمين على المشركين، حتى عصى المسلمون معصية واحدة والذين عصوه هم فئة قليلة الرماة، وعدتهم 50 في مقابل 1000، فأدار الله الدائرة على المسلمين، وكان فيها ما تعلمون مما مس الصحابة والمؤمنين من القرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقف أبو سفيان وكان مشركا وقتئذ فجعر بأعلى صوته لنا العزى ولا عزى لكم، لأنها صنم من؟ قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثخنته الجراح: من يجيبه؟ قالوا: ما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ولهذا لا تقل لأحد يا مولانا، من مولاك؟ الله سبحانه وتعالى، بنص هذا الحديث. اللات والعزى. وسمي اللات بهذا الاسم قالوا لأنه كان يلت السويق، السويق الدخن والذرة، تحمسان ثم تطحنان فيأكلها الناس. وكان اللات رجلا صالحا يلت السويق فيطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره فطال عليهم الأمد فبنوا على قبره صنما، وهذا الذي كسره النبي عليه الصلاة والسلام وهدمه لما دخل الطائف. وقيل إن اللات وهو الرجل الصالح الذي مات اشتقوا له اسم اللات من اسم الله الإله، كما اشتقت قريش لصنم العزى اسم العزيز من اسم الله العزيز، العزى من اسم الله العزيز، وهذا من إلحادهم في أسماء الله. وللأوس والخزرج أهل يثرب كان لهم صنم يسمى منات، وهو بوادي قديد، واشتقوا له اسم منات من اسم الله المنان، ولهذا نهانا الله عن الإلحاد في أسمائه، فقال في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال اللات والعزى ولم يرد شخصهما فقط، وإنما تعبد الأصنام، لأن أشهر الأصنام من؟ اللات والعزى ومنات، التي ذكرها الله في القرآن في آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هذه الآية، وهي آية جاءت بلفظها في سورة التوبة براءة
وفي سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهر الإسلام، ظهر التوحيد على جميع الأديان الباطلة مع كره المشركين لذلك. أن ذلك، تقول عائشة: أظن أن هذا أمرا تاما. ما معنى أمرا تاما؟ أي أنه أمر لا يرجع على خلافه، بل يبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ظنها وعلمها، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنه سيكون من ذلك، أي أن الأمر تام والتوحيد ظاهر ما شاء الله، أي ليس ذلك إلى أبد الأبد. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام إيش؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه سنة الله الشرعية والدينية، أن الأمر إذا تم لا بد له من نقصان. إذا تم أمر بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. أنت أيها الآدمي لم تكن شيئا، كنت عدما، ثم نطفة فعلقة فولدت وبدأت تكبر حتى بلغت أشدك، ثم بدأت بالهبوط إلى أن تموت وتنسى. هذه سنة الله جل وعلا. واسمعوا لهذه القصة تحقق هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم له ناقة وضحاء تسمى العظبة، وكانت تسابق نوق الصحابة فتسبقها. فجاء أعرابي على قعود. ما هو القعود؟ ها؟ القعود هو التيس الصغير، صح؟ القعود هو الجمل الكبير. أنت راعي جاموس، ما أنت براعي إبل. هذا صاحب جاموس، فلا تلومونه إذا قال إن القعود جمل كبير. القعود يا أخواني هو الفحل الصغير، جمل صغير ذكر، فإن كان أنثى فيسمى بكرة. فجاء أعرابي على قعود فسابق العظباء فسبقها. العظباء كبيرة والقعود شاب جدع، فاغتم الصحابة أن تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى ذلك في وجوههم عليه الصلاة والسلام، فقال: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، ما ارتفع شيء إلا وضعه. والدين والتوحيد سيخفى شيئا فشيئا إلى أن يأتي زمان لا يوجد في الأرض موحد، وإنما يطبق الشرك والكفر على أهل الأرض. فسره النبي ها هنا بقوله: إن ذلك سيكون ما شاء الله، أي ماذا؟ توحيد الله وإظهار دينه على الناس كلهم، ثم يبعث الله ريحا طيبة. هي ريح هوى، وهي طيبة ليست عذابا، فتوفى هذه الريح الطيبة كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه الريح الطيبة تأخذ بأرواح المؤمنين، فكل قلب فيه أقل القليل من الإيمان تقبضه هذه الريح، ولو كان مقدار الإيمان في قلبه مثقال حبة من خردل، مثقال ذرة من خردل. الذرة وشي؟ ها؟ ليست النملة. الذرة هنا ليست هي النملة، إنما الهباءة التي تكون في شعاع الشمس إذا دخلت من الشرق عبر النافذة، ترون شيئا متطايرا، هذه الهباءة. لا يكون في القلب من الإيمان إلا مثقالها، أي مقدار يسير تقبضه هذه الريح الطيبة. متى يكون هذا؟
جاء مفسرا في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أنه بعد ماذا؟ بعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد الدجال، وبعد نزول عيسى يرسل الله بعد ذلك ريحا طيبة فتقبض أهل الإيمان في الأرض كلها، حتى لو كان المؤمن في جوف الجبل في المغارة في الكهف دخلت الريح فقبضت روحه ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. قال هنا عليه الصلاة والسلام: فيبقى من لا خير فيه، أي بعد قبض أرواح المؤمنين، فيرجعون إلى دين آبائهم، أي آبائهم الأقدمين، إلى عبادة الأوثان. من دواعي ذلك الآن تعظيم الآثار التي منها الأصنام وإجلالها ورفعها وصيانتها وحفظها، هذه تهيئ إلى أن يأتي جيل يقول: ما عظمها ورفعها آباؤنا إلا أنها تعظم وتعبد، فيقع الشرك. ومعلوم أن الشرك يقع ليس جملة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. أول بني آدم مش كانوا على التوحيد وعلى الإيمان؟ آدم كان مشركا أو مؤمنا؟ إذن لماذا علماء الاجتماع يقولون إن الأصل في بني آدم الوثنية؟ هذا قول غلط، إنما هذا القول استورده الناس من علماء الاجتماع ممن؟ من الغربيين والشرقيين. نكمل بعد الصلاة.